السلام عليكم ورحمة الله. لما قتل من المسلمين 70 في غزوة أحد، بدأ المنافقون في المدينة يشككون المسلمين ويحاولون أن يلقوا الندم في قلوبهم، وقالوا لهم: لو قعد هؤلاء الذين خرجوا للقتال لما قتلوا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا أو كانوا غزا لو كانوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من خيرة أصحابه من حفظة القرآن لتعليم بعض القبائل في نجد الإسلام والقرآن، فغدروا بهم عند بئر معونة وقتلوهم. فلما جاء الخبر إلى المدينة قال عبد الله بن أبي بن سلول: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا أو كانوا غزا لو كانوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. ومن أقوال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. لا تكونوا كالذين كفروا، وذاك أصل من أصول الدين، وبه يتميز المسلم الواعي عن غيره. ولقد نهانا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا عن التشبه بالكافرين في أمور العقيدة والدين، فشتان بين من آمن ومن كفر. وإحنا تعلمنا إن الآية الكريمة نزلت خاصة في المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، وفي نفس الوقت هي عامة لكل الكفار. وقالوا لإخوانهم في الكفر والنفاق، وقالوها أيضا لإخوانهم في النسب إذا ضربوا في الأرض. وكلمة ضرب في اللغة معناها إيقاع شيء على شيء، ويقصد بها في الآية الكريمة ضرب الأرض بالأرجل. فهناك من يضرب الأرض سعيا للرزق والمعاش، وهناك من يسافر للتجارة، وهناك من يضرب الأرض طاعة لله ولرسوله. أو كانوا مع الغزاة المقاتلين. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو لم يخرج هؤلاء ولم يقاتلوا وأقاموا معنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذا كذب منهم، قال الله تعالى:
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولماذا قالوها؟ قالوها على سبيل التفجيع، وقالوها لجبنهم وعجزهم وضعف عقولهم وعدم إيمانهم بقضاء الله وقدره، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليجعل الله ذلك القول ألما وحزنا وحسرة تستقر في قلوبهم في الدنيا، وحسرة لا مثيل لها في الآخرة إذا رأوا كرامة الله للشهداء في الآخرة. أما المؤمنون صادق الإيمان فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله وقضائه، فيهدي الله قلوب المؤمنين ويخفف عنهم المصيبة والحسرة، ومعنى الحسرة الهم المضني وفرط الغم الذي يلقي على النفس الحزن المستمر والألم الشديد. والله يحيي ويميت. والله عز وجل يحيي من قدر له الحياة وإن كان مسافرا أو غازيا، ويميت من انتهى أجله وإن كان مقيما في بيته. فالله عز وجل وحده المنفرد بذلك، ولا يغني حذر عن قدر. وصدق الشاعر حين قال: ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وفي ذلك ترغيب للمسلمين على الضرب في الأرض وعلى الجهاد في سبيل الله. والله بما تعملون بصير. والله بكل ما تعملونه بصير، فيجازيكم بأعمالكم، ويجازي الكافرين بكفرهم والمنافقين بتكذيبهم. وعلم الله وبصره نافذ في جميع خلقه، لا يخفى عليه من أمورهم شيء. ونختم بتلك القصة: أصيب عروة بن الزبير في قدمه وكان لا مفر من قطعها، فقال: اللهم لك الحمد، كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدة، فلئن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت. لك الحمد على ما أخذت وعلى ما عافيت. وبعد أيام قليلة رفس فرس ابنا له فمات، وكان له سبعة أبناء، فقال: اللهم لك الحمد، أخذت واحدا وأبقيت ستة، فلئن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت. فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما عافيت. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير.